الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ سيد. معاك سيد من المنصوره. اتفضل يا استاذ سيد. حضرتك انا كنت بلعب كوره حلو، ووقعت على رجلي الشمال، فحصل زي ورم، زي رشح كده. حلو، فعاوز اعرف ايه العلاج للرشح. كم سنه يا استاذ سيد؟ كم سنه؟ لا انا عندي 40. بتلعب في نادي ايه؟ في ليفربول ولا في مانشستر سيتي ولا بتلعب فين؟ بتلعب في ايه؟ بتلعب كرة فين؟ سيد في المنصورة. طيب حضرتك معايا؟ بتلعب كرة فين؟ في مانشستر سيتي ولا في ليفربول ولا في الأهلي ولا فين؟ نادي ايه يا أستاذ سيد؟ أستاذ سيد شكله قفل، أكيد نادي في المنصورة. أكيد. شكرا يا أستاذ سيد. شكرا يا سيد، هنجاوبه. طيب برضه. احنا اتفقنا إن ده برضه نوع من أنواع البين، الألم. اللي هو لو قلت لك اتخبط فيحصل ورم، فيحصل على طول يوصل اشاره للمخ. عشان كده بقى احنا عملنا عندنا كريم لازم. بس خلي بالكم يا جماعه، قبل ما نقول لكم الكريم بتاعنا شكله ايه وبيعالج ازاي، احنا شرحنا لكم الالم بتاعكم بيجي ازاي، بس برضه لازم نكون عاملين حسابنا ان الست اللي ركبتها بتوجعها او الراجل اللي ركبته بتوجعها زي الاستاذ محمد المتصل، وزنه 120 كيلو، اما يجي يجيب معاه الكريم يجيب نتيجه ضعيفه جدا. انما لو خس هيبقى احنا بنعمل معاه انجاز ليس له مثيل. لازم تخس يا محمد وبعدين تاخد الكريم، دول حاجتين مهمين جدا هتاخدهم مع بعض. هتاخد عندنا شهاده تخسيس وتاخد كريم للوجع المفاصل. طيب يعني قبل العلاج لازم يخس؟ لازم. ليه؟ جسمه ينزل أنا في الوزن. قلت لحضرتك ان الوزن ده 4 كيلو زياده، لكل كيلو بيبقى زياده 80 كيلو. فتخيل انت عنده 80 كيلو، عنده 120، في 40 كيلو زياده، بالفرض 30 كيلو زياده، 30 في 40 ب 120 كيلو. دول زياده على الركبه، مين يا جدعان؟ مش حد يستحمل طبعا. فبصوا حقيقة. انت تاخد شهاده تخسيس من عندنا 19/16/22 تاخده، او وتاخد كريم روما. طب ايه كريم روما ده بقى الجديد بتاعنا؟ ده بيشتغل طبعا. الكريم ده بتاعنا عشان برضو تاني ملحوظه تاني جديده نقول لكم، ان احنا بنصنع منتجاتنا في شركات دواء، ما احناش بنعمل الحاجات دي تحت السلم. يعني واحد ده شكل الكريم، اعتقد ان شكل الكريم ده ما هوش معمول تحت السلم، يعني مفيش سلم. لا اكيد، لا طبعا، صح ولا انا غلطان؟ ده شكل الكريم اهو، هم جايبينه على الشاشه كويس. ده شكل الكريم اهو يا جماعه، ده الكريم اهو. مش مهم تخش عليا على الكاميرا، عايز بقى تشم ريحه برضو. ليه ريحه؟ شد ريحه اكيد لازم اشم. احنا بنشم وبنجرب، بناخد بعد الحلقه كل المنتجات. ده كريم. شفتي ريحته عامله ازاي؟ هو ريحته لسه هقول والله، لسه اخدتها ريحته بالظبط زي ابو الفاز بالظبط. ابو فاز ده فضل. هو دايما 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 ابو فاز ده عباره عن زيت النعناع. زيت النعناع ده زي زمان لما كنا نروح بره في اوروبا. مره انا رحت في المانيا، فكنت بحضر محاضرات لدكتور الوحيد المتخصص في العلاج بالاعشاب، اللي هو اكبر بروفيسور في العلاج بالاعشاب في اوروبا. فكان بيعمل محاضرات للناس اللي هم العرب والافارقه دي. فانا كنت حاضر مره، حضرت محاضره معاه، كان نفسي اعرف بيتكلم ازاي. فراح اول ما بدا يتكلم قال لهم دايما تتهم الاعشاب بالدجل والنصب والشعوذه. انا عايز بس اقول لكم انتوا كعرب حاجه واحده بس، حاجه هثبت لكم صغيره بيها. وكان جايب علبه ابو فاس صغيره، قال لهم ده ايه ده؟ فكل الناس اللي قاعده بتتفرج قالوا ده ابو فاس. قال لهم طب هو بيجيب نتيجه للصداع ولا لا؟ فالناس قالوا اه. قال لهم ده ابو فاس عباره عن زيت النعناع. زيت النعناع ده بيعمل ايه في الصداع؟ لما بتهني بيه حضرتك كده بيعمل حاجه اسمها فاز دايلاتيشن للبلاد فيزلز اللي موجوده هنا، يعني بيوسع الشرايين والاورده اللي موجوده، فالبلاد سبلاي بيبقى كتير. فلما يطلع الدم ويرجع بشكل كبير شويه يبدا يخف الصداع. قال لهم اللي بيستخدم الصداع اللي ابو فاز ده بيخف ولا ما بيخفش؟ قال له بيخف. قال لهم هو ده نوع من انواع العلاج بالاعشاب، اللي هو عشان تثبت للناس ان هو ما هوش دجل ولا شعوذه. فابو فاز ده فيه زيت نعناع. زيت نعناع ده هنستخدمه في الكريم بتاعنا. الكريم بتاعنا